بناء عادة قوية بفكرة وإنتاجية. الأهداف الذكية مهمة جديد. كثير من الناس بتسأل شو يعني سمارت؟ كيف نستخدمها؟ وهل تساهم عن جد؟ النجاح ما له سهل، بس النجاح بحاجة نقاط وقصص معينة ممكن تساعدك على استراتيجية حياة ترسم خطوط أساسية بكل حياتك مرة ورا مرة. وضع أهداف جديدة بعد واحدة من أهم الخطوات لتنشأ لك أهداف رئيسية وسلوكية توصلك للهدف الرئيسي. يلا مع بعضنا نلقي نظرة كيف منقدر نستعمل هي الأهداف الذكية ممكن نستخدم. اسمحوا لي أعرفكم عن الأهداف. الهدف أو الأهداف بشكل عام هي غاية بصار إنسان وبتصير باتجاه تحقيق، وبيكون هذا الهدف بعض الأحيان بس مثل الاستيقاظ قبل ساعة واحدة من دوامك والحصول على ترقية. وبالرغم من وجود الأهداف بجميع أنواعها، بأن مفيد جداً أنك تكون على الأقل عندك خطة كاملة بعيدة عن الأهداف المدمجة أو العشوائية. تشكل أهمية كبيرة للإنسان أنك تمشي وراء خطة معينة ويكون عندك أهداف سامية وأيضاً واضحة. لهيك اليوم الموضوع كتير بسيط، وهي النظرة كانت عن الأهداف. لنكمل ضمن الأهداف الذكية. تابع مجمل حديث الأهداف الذكية اللي هي سمارت. تعرف الأهداف الذكية السمارت بأنها الأهداف ذات المعايير المحددة. معيار محدد كيف يعني؟ يعني باستخدام أشياء معينة، وهي شورت فورم أو كلمات مختصرة من كلمات بتعني الـ S هي specific يعني محددة، M يعني measurable قابل للقياس، والـ A هي achieve يعني achievable قابلة للتحقيق. أما بالنسبة للـ R فهي relevant يعني ذات صلة. أما بالنسبة للـ T واللي هي آخر حرف من كلمة smart تعني مقيد بزمن أو عندك قيد زمني معين، بداية ونهاية. رح نحكي بالتفصيل. العلماء بتأكدوا وخبرونا هذا الشيء إنه بلشت الأهداف الذكية من عند بيتر داركر. بيتر داركر هو صاحب مفهوم القيادة من خلال الغايات Objective Management by. وهلا بينما نحن عم نتعمق أكثر بموضوع النظرة الكاملة للسمارت أو الطريقة الذكية لتحقيق الأهداف، خلينا نلقي نظرة كيف ممكن نستخدم السمارت بطريقة حلوة وبسيطة وسهلة وغير معقدة، لأنه تعودنا الخبرات والمهارات لازم تكون نمط حياة. نظرة بسيطة على تحديد الأهداف بتساعدك على الإشارة إلى الناس اللي بتلاقي عندهم أهداف محققة. أهداف في عندها توازن كامل بوجه أكبر، بيحققوا أهدافهم بشكل سهل وبسيط من دون ما يكون في عندهم نظرية غير محققة. يعني المبادئ الخمسة للأهداف السمارت بتتحقق بصورة فعالة مع هاي المبادئ. مبادئ نظرية تحديد الأهداف واللي هي سمارت. أولاً لازم تكون واضح. الأهداف لازم تكون واضحة وتكون سهلة الفهم، بس بتتحمل أقصى درجة الفعل. أما الثانية التحدي، بتتمتع الأهداف الجيدة بمستوى كافي من الصعوبات، بتكون على قيد الحقيقة والتحرك للتحقيق. لأحكيكم تفاصيل. الالتزام، مع وجود مستويات عالية من الالتزام بيكون أسهل بكتير إنك تكون عندك أهداف محققة على طريق السمارت. أما التغذية الرجعية، أنت بحاجة إنك تراجع المعلومة وتضعها أمام عيونك، وتكون عندك الحافز بوصفة، ويكون عندك فكرة أو غاية للسهولة والوصول بوقت التعقيد. تعقيد المهمة، لما كان عندك هدف أكثر تعقيداً بتكون عندك الوقت الأطول للبلوغ. يعني لا تكتب إنه أنا لحقق هاي الشغلة بزمن محدد إذا أنت عارف إنه هذا الهدف بحاجة وقت. كيف بتحدد الأهداف؟ باختصار سمارت بتعد هي طريقة كتير ممتازة لحتى تحدد فيها الهدف. كل هذا الحكي نعرفه وسمعناه، بس خلينا نطبق فيه ونخبركم عن الهدف الأساسي. أولاً خلينا ناخد على سبيل المثال إنزال كيلو واحد بالأسبوع من جسمك. بيكون بيساعد صحتك، بيكون بيساعد أدائك اليومي، ومع الوقت التراكمي ممكن هدف الهدف يساعدك على إنقاص الوزن. لازم يكون الهدف محدد. الأهداف الجيدة ليست غامضة وما بيصير تكون غير مركزة وما لها أفكار واضحة. على سبيل المثال، وقت اللي قلت أنا بدي نزل هذا الوزن لازم يكون في عندي 50
أو 60 باوند من هذا الوزن رح ينزل بوقت معين اللي فترته من يوم كذا ليوم كذا، وهذا بيكون قابل للقياس لأنه أنا حددت يوم لبدء المرحلة ويوم لنهاية. قابل للإنجاز بيكون كتير الهدف قادر على المضي قدمه، نقطة بداية، أشياء ممكن تحلى فيها مثل هي الرياضة، شرب الماء، والكثير من الأشياء اللي بتساعد على إنزال الوزن. مثل ما حكينا لازم نزل هذا الكيلو أو خلال هذا الشهر لازم يكون نازل عندي الكيلو. تحت البودكاست رح يكون في عنكم نموذج الأهداف الذكية السمارت مودل، فلح تحتفظوا فيه وتجيبوا ورقة وقلم تتبعوا ونطبقوا مع بعض. وقفوا البودكاست، اتبعوا الورقة وارجعوا لعندي لنكمل شغل سوا. بودكاست مهارات المستقبل بيعتمد احتمال كبير على تطبيق الخطوات عمليا وعدم الشرح فقط عن طريق الصوت أو الأوديو. تدريبكم هو هدفي لتوصلوا لمرحلة تكون الفكرة أو المهارة هدف رئيسي بحياتكم ومتسلسل وأيضا مطبق ومستفاد منه بالحياة الطبيعية. الشخص اللي بيحدد أهدافه عنده غاية. الشخص اللي ما بيحدد أهدافه ما بيعرف غايته بالحياة، ممكن يفيق كل يوم عنده نفس الروتين ونفس الأشياء وما يكون في شيء جديد. الأشخاص اللي بيحددوا أهدافهم عندهم خطة مفصلة لبلوغ النجاح، يعني أنا عارف شو بدي وماشي على هاي الاستراتيجية وكاتبها على ورقة وقلم أو حاططها بملف معين على الكمبيوتر وعارف شو عم بشتغل. أما الأشخاص اللي ما بيعرفوا يحددوا الأهداف ما عندهم خطط لبلوغ النجاح وبيبقوا متعثرين طيلة حياتهم، بيضلوا على الأنيف بزامية. أما الشخص اللي بيكون حدد أهدافه بيحقق أقصى استفادة من الوقت وبالالتزام بالخطة. كتير مهم أنكم تلتزموا بالوقت والخطة. الشخص اللي ما بيحدد أهدافه ما بيعرف كيف ووقتهم ما عنده قيمة للنجاح. الأشخاص اللي بيحددوا أهدافهم لا يماطلون، لا يماطلون، يعني ما بأجل عمل اليوم للبكرة وكل يوم بيومه واليوم اللي بيمضى ما بيرجع مرة تانية. وبتتحقق أحلامهم وأهدافهم لأنه الأحلام ما موجودة، نحن بنحقق أهدافنا مع الانتظام والالتزام. أما بالنسبة للأشخاص اللي ما بيحددوا أهدافهم يا خسارة، بتضل مساعيهم لتحقيق النجاح في حالة من الركود. الأشخاص اللي عندهم تحقيق أو أهداف ملتزمة بيلبوا رغباتهم وبيحددوا أهدافهم بطريقة جيدة وبيحققوا النجاح. وهيك أنا بتمنى لكل اللي عم يسمعوني يكونوا من الأشخاص ذو الأهداف المحددة لأنه بتهموني. حيتواجد معنا أكثر من خيار لأكثر من سيناريو أو بالأكثر من شخصية متواجدة بحياتنا الطبيعية وبتكون في إلها أمثلة بسيطة. إذا كنت من ضمن هاي الأشخاص أو هدول الأشخاص، اترك لي بالكومنت شو عملك وكيف رح تستفيد، وممكن تترك وعد لنفسك ترجع له بعد فترة وتحقق الأهداف الذكية. أولاً، أمثلة على الأهداف الذكية بالعقل: زيادة المبيعات بالربع الأخير من العام الحالي بنسبة 10%. هذا مثال كتير ممتاز لأنه أنا حطيت لنفسي هدف. تحسين جودة المنتجات خلال 6 أشهر بنسبة 25%. تحسين أداء الموظفين خلال عام بنسبة 15%. كمان مثال على أهداف ذكية حددنا فيها العنوان والفترة وأيضاً النسبة القابلة للقياس. أما بالنسبة للأهداف الذكية لكل أحبابنا وأصحابنا وحتى طلابنا اللي موجودين وعم يسمعوني عبر البودكاست، تحسينك لعلمك هو هدف ذكي قابل للقياس. كيف منحسن؟ عن طريق الفكرة الآتية: تحسين اللغة الإنجليزية بحيث يتم زيادة القدر على النسبة بالتحدث بهذه اللغة 50% إلى السنة الأولى. يعني أنا بحاجة أحكي 50% زيادة إنجليزي لحتى أقدر حصن المراد اللي عندي. تحسين مستوى التفكير الإبداعي لزيادة الأفكار المبتكرة، يعني البرين ستورمينج، بنسبة 30% خلال العام الحالي
كمان بتساعدك على تعلم أشياء جديدة بتحبها وتطور فيها مهارتك، بتساعدك على زيادة دخلك في المستقبل. أما بالنسبة للأهداف الذكية للموارد البشرية، يعني التوظيف، تحسين مستوى كفاءة الموظفين بحيث يتحسن الأداء بنسبة 20% خلال العام الحالي. الفكرة الأساسية تحسين مستوى كفاءة الموظفين. أما بالنسبة للثانية، بحيث يكون الأداء بنسبة 20%. هون عندكم نقطة البداية، وما عليكم غير إنكم تضيفوا أهدافكم، وبتمنى لكم كل التوفيق بسنة جديدة حلوة كتير، وكمان فيها العديد من الأهداف. إذا أنتم عم تسمعوني هلأ ببداية 2024، حققتوا شيء؟ عن جد بتطمحوا له بالمستقبل وبعد هذا الوقت ويمر وتكونوا حققتوا واستفدتوا من البودكاست، فضلا وليس أمرا، ارجعوا للبودكاست وضيفوا لي التعليق، لأنه تفرحوا لي قلبي أكيد إنكم استفدتوا بهالمعلومة. شكرا لوقتكم ولكل اللي عم يسمعوني عبر بودكاست مي. أنا كنت معكم كيندا الكافي، تابعوني وخلينا مع بعض أصدقاء على طريق النجاح. مهارات المستقبل غير معلومة.